ريما، غطيت الكثير من الأحداث في لبنان، ما الذي تغير عليك من خلال هذه التظاهرات؟ هل تشعرين بالفعل بأن الشباب عازم حتى النهاية على تحقيق مطالبه، وهذه المرة مختلفة عن سابقاتها؟ غطيت كثير بأحداث لبنان وعشت الحرب اللبنانية، ولدت بسنوات الحرب اللبنانية بعزة الحرب يعني عام 77، واللي بدأت 75 الحرب. لم يتغير المشهد، شهدنا مثل هذه المظاهرات كثيرا خاصة عام 2005. صحيح أنه كان الحدث كبير وهو اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية أنذاك رفيق الحريري، لكن مطالب الناس بإلغاء المحاصصة والطائفية والأطراف السياسية اللي جاءت بالبلد أو وصلت البلد إلى ما هو عليه هي نفسها اللي عم بسمعها اليوم، ولم يتغير شيء. وحصلت يعني دورتي انتخابات ولم يقل اللبناني كلمته كما يجب في صناديق الاقتراع.